اجينا لنشوف امك الثانيه. والله انك محظوظه. يعني انت اللي داحله ورا البنت ولاحقتيها ما هيك؟ يا عيني. على اساس تجيب تورنا معك وينها؟ استني، ليش مستعجله؟ اول شيء بدنا نحكي ونتعرف ونفهم على بعض، لانه هيك بتعمل العالم. ليكي انا تفاوضت مع رفعت، وقبل ما اعرف شو القصه بدي اياكي تفهمي شغله. هي مو بنتك يا زينب. انا عملت هيك اصلا مشان تورنا ترتاح. وانت شو دخلك فيها؟ احكي، ليه ما عم تتركيها بحالها؟ اسمع جنكيز، انا كل اللي بدي اياه انه تكون تورنا بخير. لكن معقول تاخده بنت صغيره على الملهى يعني؟ والله شو هالحكي ها؟ وشو نعمل لك؟ هذا شغل امها. لو كانت مثلك معلمه كانت اخذتها على المدرسه. والله عم تحكي وكانه خليناها تشحد. شوفي، نحن اللي معنا دوبنا مدبرين حالنا فيه اختي، فاميني؟ يعني امكانياتنا عقدها، وهي مثلها مثلنا وخلصنا. طيب ممكن تاخد هاي الشنطه تيابها فيها؟ والله شكله طبون مخك معجون. وشو بدي اقول لاما انا؟ يعني من وين جبت هدول التياب؟ ايوه، كل هالقد حابه تشوفيها للبنت؟ ايه منيح لكان، انا قلبي رقيق. لكن شوفيها مره ثانيه وتمتعي بشوفتها. يلا انزلي نروح نشوف امك. بطني عم يوجعني، مو قدرانه. مالك حابه تشوفي امك زينه؟ بطني كثير عم يوجعني. ما عم ترضى تنزل. شو هالحكي؟ بعد لا تخليني بلش فيكي. وليه؟ مو امبارح كنتي عم تحكيها بالسر. زلي امشي قدامي، حركي. يلا تعي، يلا امشي. دورنا دورنا كيفك حبيبتي؟ أنا كتير اشتقت لك كتير. وقفي لا تعدي هون، حبيبتي كتير مبلول. دورنا ليش ما عم تردي علي؟ حدا ضايقك بشي؟ انتي خايفة منهم؟ شوفي شو جبت لك معي. تذكرتي يا ما؟ اشتريناها سوا. بلكي حبيتي انه تلزقيها عندك. كمان جايبت لك شغلة تانية. شوفي هاي مشتريناها سوا وضليتي ساعة لاخترتيها، بتتذكري؟ حطيت لك فيها عصير فواكه ودراء.
تورنا؟ حبيبتي شو بك؟ ليش ما عم تطلعي بوشي؟ ما في شي بنوب. آنستي تورنا؟ أنا اشتقت إني أكون ملك. وأنا مبسوطة وأنتي كوني مبسوطة آنستي. عمي جنكيز؟ آه. يلا خلينا نروح هلأ، ماما بتقلق علي. تعالي يلا. يلا لسه في قدامنا حديث طويل لقدام. حركي. ملاك؟ ملاك وينك؟ ملاك؟ جنكيز، وين ملاك؟ شو عملت ببنتي؟ شو بدي أعمل فيها يعني؟ رحنا نشتري فطور وطالعتها من البيت تشم هوا. طار عقلي لما فقت وما لقيتها. إيه بلا ما يطير ليكك عرفتي. سكري جايين. شو عاملين للبنت؟ ما لها منيحة، شبهها؟ والله هيك كانت حياتها من الأول، ما في أي شيء جديد. لساتها كتير صغيرة، لسا فيها تعيش حياة أحسن. والله هذا الحكي كان بيزبط لو كان معك مصاري. أساساً إسطنبول صايرة أسعارها كتير غالية، وبتعرفي إنه وضعنا تعبان وعقده. قلتيلي إنك اشتقتي لها، فحن قلبي وجبت لك إياها. هي آخر مرة رح تشوفيها، ما فينا نضل بهالمنطقة هي. أخذت قرار. رح ناخذها ونسافر بخاطرك هلا. بس دقيقة، يعني وين بدكم تروحوا؟ كيف هي آخر مرة رح شوفها؟ ما بعرف، بلاد الله واسع. وين في إلنا خبز من روح؟ يمكن قونيا، يمكن أضنا. بدنا ندور بالبلد. إرني إرني، شو بدنا نعمل؟ حرام عليكم، البنت لازم تروح على المدرسة ولازم يكون إلها نظام لحياتها. أنا كمان عم أحكي إنه لازم يكون في إلها نظام.
بس العين بصيرة والإيد قصيرة، أنت بتعرفي شو أعمل. طيب لا تروحوا، أنا بحاول ساعدكم قد ما فيني وبقدر أدعمكم بهي الفترة لتبلشوا حياة جديدة وتضل تورنا هون. خلصنا، أهل الواحد ما عاد ساعدوا بهالزمان، كيف بدي صدق أنت؟ لا أنا بوعدك، يعني عندي شغل وعندي راتب، أصلاً أنا سجلتها بالمدرسة وبساعدكم كمان أنتو. والله بعينتو قلبك طيب، بس بتعرفي الدنيا قاسية كتير، ما فيني ضل عن ابني على كلام منك وبس. شوفي، والله لو قلتيلي حاعطيك 200,000 ليرة وإنه اشتروا بيت أو أسس شغل، والله كنت بضل وما بحكي، بس أنت ما قلتيلي هيك. منين بدي جيب لك كل هذا المبلغ؟ شوفي والله مانك مجبورة على هذا الشيء، إذا قدرتي رح نضل، وإذا ما قدرتي نحن أساساً بدنا نروح. بحاول أمن لك بس بدي وقت. وأنا كمان ما معي وقت يا أنسه، ليكي شوفي، هي آخر 100 ليرة، بس خلصت نحن بدنا نمشي. أنا معي شوي بس لحظة خليني. لا لا شو عم تعملي أنت؟ أوعي فكرتينا شحادين قدامي؟ هذا اللي ناقص. شوفي وفهمي الكلام، إذا تأمنوا المصاري اللي بدنا نأسس فيهم شغل وحياة جديدة حنضل، وإذا ما قدرتي بدي أخذ هالبنت وروح. ففكري منيح واختاري اللي بدك إياه، ورقمي معك اتصلي فيني. يلا سلام. يا جونو والكلن عم يسألوا عنك جوا، كتير اشتاقوا لك. وخاصة اشتاقوا لطبخاتك الطيبين. للصراحة ما حدا بيعرف يطبخ مثلك بنوب. خاصة البيض بالبندورة. إن شاء الله بتطلعي لبرا بأقرب وقت وبطبخ لك قد ما بدك يا روحي، ما تشيلي هم. تعرفي ما عاد طبخت هالأكلة، جبت لك فطاير ويبرق معي. يسلموا إيديكي. والله اليوم رح نعمل عرس بالحبس من ورا هالأكلتين. جونول، لسانك الحلو هادي ووشك البشوش، وحياة غلاوتك ما بتتخيلي قديش اشتقت لك يا رفيقتي. وأنا كثير اشتقت لك يا حبيبتي، صدقيني كثير اشتقت لكم. حتى أحياناً أفكر إنه لو ما طلعت من الحبس كان أحسن من برا، لأنه ما ضل عندي أي شيء بعد كل هاي السنين، ويمكن أنتو يلي بقيتولي لأني برا كتير وحيدة. صحيح كلنا هيك. يلا خير، أنا رح أطلع لعندك. على الأغلب ماني مطولة كتير، كتير مشتاقت لك، وهذا أكتر شيء مخليني أتلهف للطلعة. إن شاء الله. إن شاء الله. ليك يا حبيبتي أنا تركت لك مصاري بالأمانات. ليش المصاري؟ هدول إليك، طلعتهم من الدكان. انت شو عم تحكي يا جونول؟ هدول حقك إلك، بلا ترجع تاخديهم. ما بقبل بنوب، لا والله ما رح اخذهم، هدول مصاريكي، وانا كمان اخذت منهم مشان ادفع فواتير المي والكهرباء، هدول مصاريكي، هذا حقك انت. اصلا انت فضلك كبير علي وما حنساه بحياتي ابدا.
يخلي لي اياكي. وانتي كمان قنول. انتي هلا ما عم تتواصلي مع حدا صح؟ لا والله. خير، انتي قلتي لي انه حماتك كان اسمها زينب، ما هيك قنول؟ حتى هي ما سألت عنك أكيد، بس تعرف إنك برا رح تتصل. إيه أكيد ما عرفت. إيه إن شاء الله خير، إلا ما تتواصلوا. بس ما تكون المسكينة توقفت هي كمان. ما بعرف. اسمعيني منيح ولي، نحن رحنا على الحديقة ولعبنا سوا، إذا بتجيبي سيرة زينب رح أقطع لك لسانك. اتحركي. مين قال انه حيجينا من ورا هي الفصعونه كل هي المصاري؟ والله ناقشت. شو ليه؟ ليك ناقشينا؟ مسكي اعملي لي شاي فورا، بردانين وجوعانين كثير. يلا. مالك هذا لوين اخذك؟ قلي لي. بس رحنا على الحديقه وبعد اشترينا اغراض ورجعنا على البيت. يلا روحي غسلي ايديكي. لك شو صار معك؟ انا ما قلت لك حطي الشاي على النار وبسرعه. يلا حركي. ملك حركي وافتحي الباب بسرعه. انت ملك صح؟ ايه صح. اهلين بتاج الراس، هاد انت؟ يا اهلين وسهلين، تفضلوا. ليش واقفين على الباب؟ تفضلوا. كيفك شولة؟ حدا ضربك؟ يا الله. لا عادي، ضربت بالباب. ملك نحن كتير قلقنا عليكي، وجايب لك معي حدا رح تحبيه، تمام؟ تفضلي. مرحبا ملاك، أنا نسرين. شو رأيك نحكي شوي أنا وياكي؟ بعد إذنكم بدي نحكي شوي أنا وملاك لحالنا. طبعا. تفضلي هنيك في غرفة فاضية. يلا ملاك. إيه شو علي؟ حاكيها وفهمي منها. أهلين معلمنا، تفضل لجوا. حركي. أهلا وسهلا زينب خانم، تفضلي. أهلا وسهلا. أدي هون. ليلي يا ترى أنا كيف بقدر ساعدك؟ جيت لأنه بدي أسحب قرض. طيب لشوف الخيارات. قديش المبلغ؟ 200,000. 200,000؟ هذا مبلغ كبير أنسة زينب. أستاذ سالم حالياً أنا عندي ظرف وراح خليهم فوراً يبعثوا بيان براتبي من الشركة. طيب لحظة. بس أنت راتبك ما بيسمح نعطيكي هيك قرض. بس أنا بحاجته لهذا المبلغ. ما فيني أعطيكي قرض بهيك مبلغ على راتبك، بس إذا جاهدة خانم بشركتها صاحبة القرض أكيد رح يمشي الحال. لا ما بيمشي الحال. وأنا ما بقدر ساوي شي، آسف كتير. ماشي ولا يهمك، يعطيك العافية. لا تواخذيني. ألو أمي صباح الخير، أنا لازم شوفك ضروري. أنتي بالبيت؟ لا أنا ودورو طلعنا على السوق وهلأ بدنا نشرب قهوة. تعالي قعدي معنا.
طيب وين قاعدين؟ حبيبتي انتي رحتي على الحديقة؟ طيب وين كنتي تنامي؟ انتي غبتي شهرين. ليكي ملك اسمعيني منيح، انا وعمك الضابط اجينا لهون مشان نساعدك. لا تخافي قولي لي شو اللي صار معك بالضبط. انتي مع مين كنتي؟ أنا هلأ رح صير أمك وأنتي رح تصيري بنتي ورح نبلش حياة جديدة وما رح نقول لحدا منهم. شو رح تكوني معي؟ نحن رح نعيش مع بعض. أنتي بدك تعيشي معي؟ حدا عمل لك شيء أو أذاكي؟ ليش نسرين سكرت على بنتي الباب؟ بشو عم تحكي مع ملك؟ ما في داعي للخوف شولي خانم. نسرين خبير التربية، يعني طبيبة نفسية، عم تحاول تفهم ليش ملك هربت من البيت. أكيد أنتو كمان حابين تعرفوا. إيه أكيد معلمنا حابين نعرف ليش هربت، مو هيك شولي؟ طيب ملك ما قالت لكم أي شيء؟ مثلاً وين كانت كل هذا الوقت ومع مين كانت؟ إيه أكيد سألناها، معقول ما نسألها لكان؟ بس هي ما قالت أي شيء. أساساً هي بتضل قاعدة لحالة كل الوقت وما بتحكي معنا شيء، هيك هي. شو لي خانم؟ أنتي ما سألتيها كيف عرفت البيت؟ أو إذا في حدا وصلها وراح؟ بنت صغيرة بتختفي ببندرما وبكل بساطة بتجي لعنكن بمدينة اسطنبول؟ صح، بس ما بعرف. خلصتوا حديثكم؟ عرفتي من ملك أي شيء؟ سألتها، الواضح إنه البنت خايفة ما أنا عم تحكي. ما في شيء تقوله لهيك ما عم تحكي، يعني أكيد مو من خوفها. خلينا نمشي. مع السلامة، شرفتونا، الله معكم، بالسلامة إن شاء الله. ماما بدي مصاري. رحت اسحب قرض من البنك ما قبلوا يعطوني، فيكي تساعديني؟ مو مشكلة، قديش بدك؟ 200,000. 200,000؟ شو بدك تعملي فيهم؟ طلبوا منك مصاري ما؟ مقابل شو؟ مقابل إنه يعطوكي تورنا؟ مو واضح إنه عم يبتزوكي بنتي؟ أصلاً أنا ما رح أسمح بهالشي، ما رح أسمح تتورطي بهي القصة، ومصاري ما رح ندفع لهم أبداً. في مشكلة إذا أنا ساعدتها؟ لك بنتي، يعني رح تنتهي القصة بس تعطيهم المصاري؟ فكرة؟ رح يستغلوكي بسبب هالبنت هي، وممكن يحاولوا يأذوها للبنت كمان مشان يسحبوا منك مصاري قد ما بيقدروا. مو هيك القصة. خلصنا تمام، ما بقى بدي اسمع نقاش بهي القصة ابدا. رايحة على الحمام. شو رح تساوي؟ مستحيل اتراجع زينب.
تعالي نروح لعند أخي علي، أكيد رح يساعدنا. ما بعرف شو أعمل. إذا بدك أنا بحاكي. إيه؟ وشو سألتك كمان؟ قالت لي وين رحتي؟ ما حكيت شي. لك أنت ما عم تكذبي صح؟ لا ماما ما عم أكذب. طيب برافو. ملا حابة أسألك سؤال. أنت ليش ما بتقولي إنه الأنسة زينب خطفتك؟ شو؟ ليش ما بتحكي؟ ملك أنا عم بحكي معك، ليش ما عم تردي علي؟ شوها؟ شوها؟ من إمتى اسمك تورنا غونيش؟ أنتي بنتي ملك، عم تفهمي علي ولا لا؟ جاوبيني. اسمك ملك أكشاي وامك اسمها شولة، عم تفهمي شو عم قلك؟ انتي بنت شولة وبس، فهمتي؟ ليش عم تصرخي؟ انت لا تتدخل، لو سمحت لا تتدخل. انتي بنتي انا وبس، واسمك ملك أكشاي، يعني انا امك. ملك، انا اسمي ملك مثل ما بدك، ودورنا خلص ماتت. برافو، كفي دراستك، دورنا ماتت. دورنا ماتت، دورنا ماتت، دورنا ماتت. دورنا ماتت، ماتت. وين الثاني؟ هاتي. مثل ما توقعت، كبرت القصة. لهيك أنا حذرتك من قبل يا أنسة زينب. بعرف هدول الناس كيف بيفكروا. طيب شو بدي أعمل؟ إذا في أي شي ببالك قوله فورا. في شي واحد بس، لا تعطيهم مصاري. جنكيز قال لي شي إنه هنن رح يتركوا اسطنبول لأنه ما عنده شغل هون، والمشكلة إنه ما عم يخلوني شوف دورنا، ومثل ما سمعت رح يضلوا ينتقلوا ورح تتدمر حياتها للبنت. صحيح، بس فهميني كيف رح تشوفيها حتى لو عطيتيهم مصاري؟ طلبوا منك مصاري كمان وما عطيتهم شي، ولهذا السبب مات الولد يلي فكرك بطله. مستحيل اترك تورنا. تورنا زعلانة
أكيد عم يضايقوها كتير وبتكون ساكتة مثل ما تعرفت عليها بالأول. تخيل قالت لي أنسى، دورنا قالت لي أنسى، دورنا مخنوقة، وأنا كمان متضايقة كتير على وضعها. وكيف رح توثقي بجنكيز؟ طيب بلكي أخذ المصاري وهرب، شو رح تعملي؟ زينب، أنت عم تفوتي بلعبة ما إلى نهاية أبداً. بعرف، بعرف إنه ممكن جنكيز ينصب علي ويهرب، بس هاي فرصتي الوحيدة ولازم ساوي كل شي بيطلع بإيدي لحتى تورنا تضل عندي، وإنت لازم تساعدني بهاي القصة. مع الأسف ما في معي 200,000، وبالإضافة لهذا الشيء ما بنصحك إنك تعطيه. تمام، شكراً على اهتمامك. يلا أختي امشي. أختي أكيد رح نلاقي حل. شكراً دورة، شكراً لأنك معي. ما ألو؟ ألو، شو لي خانم؟ أنا جنول. جنول؟ بصراحة أنا مرقت اليوم لعندك على مكان شغلك. وأنتي شو بدك مني آه؟ أنتي مجنونة يعني لحتى تمرقي لعندي عالشغل؟ طيب يا بنتي أنا بعتذر منك لأني كنت قلقانة شوي عليكم. وشو دخلك بقى؟ أنتي أساساً ليش لحتى تقلقي؟ لبقى تتصلي؟ عم تزعجيني وتعصبيني، فهمتي؟ أنا مليت، لا زينب بتمل بنوب ولا جنول بتمل بنوب. خالتي سكار، طولي بالك، أنا عم دور على بيت جديد بشي مكان تاني بعيد عنا هون. وين يعني؟ ما بعرف، يا منروح على أضنا أو قونيا أو على أي مكان، المهم ننتقل من هون. منيح، أساساً أنا ما حبيتها لإسطنبول أبداً. إيه مو مشكلة، أنا في شغل نقطرها، إذا مش الحال رح نبقى، وإذا ما مش الحال منروح. وشو ناطر بقى؟ لا تسألي شي، كل شي بوقته حلو، فهمي. أهلين جنول خانم. سيد علي أنا آسفة إذا عطلتك عن شغلك هلأ، بس ما بعرف غيرك لحتى أسأله، بالي مشغول كتير على زينب وتورنا. في عندك شي خبر عنهم؟ زينب التقت بتورنا اليوم، هداك جنكيز حبيب شولة هو اللي جابها لتورنا. كيف حالها لتورنا؟ مو منيحة. ليش؟ هو سوى شي لتورنا؟ لا بصراحة تورنا ما حكت شي لزينب ولا كلمة. عن جد ضايقتني بهالحكي، شو هالمصيبة هي؟ طيب ما في حل؟ جنول خانو القصة معقدة شوي. معقدة؟ قل لي ليش أنت عم تقول هيك؟ جنكيز طلب 200,000، بصراحة
بصراحة هو عم يبتز زينب. بده 200,000 ليرة؟ هالعديم الأخلاق. بصراحة زينب رح تجن. قلت لها لا تعطي مصاري بس ما ردت علي، رح توقع بورطة كتير كبيرة. لا قدر الله، لا قدر الله. طيب شكراً، عذبتك معي، لا تواخذني إذا عطلتك. طلع بده مصاري جنكيز لكان. مشط لك شعراتك؟ ايه يا ريت. شعرك معقد كتير، اليوم لازم تتحممي حبيبتي، رح حميلك الحمام. شو رأيك، موافقة؟ طيب. عن جد شعرك مشربك كتير. وجعتي؟ لا. لك مو سامع التليفون يعني؟ ها. أهلين أخي نايل، أنا جنكيز، اليوم دقيت لك. إيه أخي. إيه أخي، كيف الصحة؟ إن شاء الله أمورك تمام؟ الحمد لله بخير. صاير شي؟ لا لا كله خير أخي. بصراحة أنا ومرتي بدنا ننتقل على أضنا، وبدي شغل عنكم يناسبني. تعال أول شي وبعدها منحكي. إمتى بدكم تجوا؟ يعني على أغلب اليوم المساء بحكي معك، بس أطلع من هون يعني، اتركها على التيسير أخي. تمام، حاكيني قبل ما تجي. إيه ماشي، بحكي معك بعدين لكان.